سعيد تواتي من مواليد 28/1900 بالقصبة، اشتغل عاملا يوميا في شوارع العاصمة إلى أن استقر به المقام أمام مقهى بالقصبة يبيع الخضر والفواكه. هكذا مع تروطوار هكذا دار طويبلة. كان يدور معنا في لوطالاليتي على كل حال، وكان خدام على مواليه. هو وسعيد مجاهد، واحد يقولوا سعيد مجاهد كان عايش في فرنسا وجاء يخدم معاه تما في الطابله، وكان القهوه نروحوا نقصروا معاه. الرجل الذي كان يقضي جل وقته في الشارع يصارع قسوه الحياه وسطوتها. غالبا ما تمرد على القوانين الجائرة التي كانت تضعها السلطة الاستعمارية، قوانين زادت الثري ثراء والفقير فقرا. أحب الجزائر من صميم قلبه، وراح يدافع عن حقوق سكان القصبة والضواحي الذين يعرفهم، فبادلوه المحبة والاحترام. وهذا سعيد إنسان محبوب، محبوب محبوب تاع الصح. علاش كونتر الحقارين ومضربي؟ لا مضربي تاع الصح وما يوليش اللون. بمجرد ان بلغه نبأ تشكيل الافواج الفدائيه في العاصمه، كان سباقا الى العمل الثوري، اتساهم في تشكيل واحد من اهم افواج الموت التي ارعبت المعمرين في احياء العاصمه. بقي يحفز أصحابه على الكفاح المسلح، وأشعرهم بأن هناك عملية فدائية هامة في الأفق سيكون لهم شرف القيام بها في قلب العاصمة. كنت نقرأ الجورنال ذاك النهار صبت، كان ماتش تاع فوتبال في جهة بلكور في ستاد هذاك تاع مونسيبال، الكيب تاع فرنسا مع ريو وقيل هنايا، وفي البيار كان ماتش واحد آخر تاع لاكوب. جاء الأمر من قادة الجبهة بتنفيذ عمليتين في آن واحد، ووصلت رسالة إلى سعيد تواتي تتضمن موعد تسليم القنبلتين في المكان المحدد. قال لي علي لابوينت راه يسقيلك. طلعت ليه للبرومير ايطاج، كان برومير ايطاج، كنا تحت في السوسول، وطلعت ليه للبرومير ايطاج، عطاه لي القفة، قال لي هاك القفة، قال لي ديها لسعيد تواتي، ديها عند لابواتولا تاع سعيد تواتي. بقي سعيد تواتي يراقب الوضع بقلق وحذر إلى أن وصلت الأمانة التي كان ينتظرها. طلعنا لبير جبح، جينا طالعين لبير جبح، وحنا ما بالناش واش كاين في القفة، على بالنا بوم، بصح ما عرفناش وحدة ولا زوج. لحقنا لبير جبح، أنا عطاني القفة عطيتها له المحشيطان هذا، وكنت تواتي كان من جهة من هي، كان ما عرفش يهضر معنا. ما لابو اورغانيزاو باش يديروا بومبا، البومبات في الصطاد في البيار وفي المينيسيبال. كانوا في اربع رادي باللامي رحاي وتوادي سعيد، اما لا حبطوا راحوا خرجوا طردت البومبا. خدموا العمليه، داروا حاله في الصطاد هذاك، زوج صطادات هذوك طاروا في السماء. كان وين ماتوا 8، وكان وين تاع البيار وكان ماتوا زوج ولا. تفجيران قويان في ملعبين لكره القدم احدث هلعا بالغا في صفوف المعمرين الذين كانوا يشاهدون المباراه. حالة استنفار قصوى فرضتها الشرطة الفرنسية لاحتواء الوضع الأمني المتدهور في العاصمة ومحاصرة الأزقة في الأحياء الشعبية التي يرتادها الفدائيون والمناضلون الوطنيون. قالوا ما عليه تفارقوا، ما كاش واحد اللي يعرف خوه، درتوا كل واحد وين يروح، ما يحكموا حتى واحد منكم. واش داروا مع سعيد وحميدة راضي وبادي وحسين وبعودة؟ قالوا نروحوا للرفيج محروق. رحلة التفتيش واقتحام البيوت ظلت متواصلة إلى أن وصلوا إلى الفدائيين الستة المسؤولين عن تنفيذ التفجيرين اللذين أحدثا ضجة إعلامية كبيرة. صابوهم قاع متلام من تما، عم بالهم صابوا رفيج ما كاش اللي يفيق بهم. حكموهم كامل،
شرعوا لهم، حكموا عليهم بالإعدام. في انتظار تنفيذ الحكم لم يكن ليرضخ لكآبة سجن سركاجي التي تقتل نفوس المساجين ببطء. لم يكن الإعدام يعني له شيئا، ففرحة العمليات الفدائية الكبيرة التي كان مسؤولا عنها غطت على كل التعاسة التي تغمر الزنزانات الرطبة. علي درفلي يستعيد ذكريات تلك الزيارة الاستثنائية التي جمعت سعيد تواتي بأمه. كيجي تزوروا نقول باش تبكي، يقول ما تبكيش لأن ما راكي تبكي، طل وإن شاء الله بربي هذا الطل يديك للجنة. منذ وطئت قدماه رواق الموت بسجن سركاجي لم يتزعزع إيمانه العميق بالله عز وجل، وهو يتأهب جيدا للموعد المنتظر. راحوا خرجوهم السيل تاعهم بالزونترال بالكم، في أربعة فيهم هذا مر هذا، هذا مر هذا، هذا مر هذا، حتى القرطة هذه. بلامي محمد، بعلام رحال، حميد راضي رأى عناق أصحابه تقطع الواحدة تلو الآخر. مع كل ضربة دامية كان يرفع هامته إلى السماء وهو يكبر الله أكبر، وقد فقد رفيقا من رفاق الطفولة الذين أحبهم مثل إخوته. وصل دوره، وضع جسده على الخشبة. تحيا الجزائر. لم ينتظر الحديد حتى يسقط على عنقه، فقد مسح بأنامله دموع أمه المنهمرة على وجهها.